بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم أفضل صلواتك على خاتم رسلك وأنبيائك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واشرح اللهم صدري ويسر لأمري وارزقني نعمة الإخلاص وقني فتنة النفس والهوى وجنبني مزالق الشيطان إنك نعم المولى ونعم النصير. نتابع قراءتنا في هذه الحلقة 45 في كتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي، وكنا قد توقفنا حول الكلام على صور الرجولة الفارعة التي اصطدم بها الكفر أول معركة في غزوة أحد، وسألنا أسئلة سألها الشيخ محمد الغزالي قائلا: ما سر هذا الإلهام؟ ما مشرق هذا الضياء؟ ما مبعث هذا الاقتداء؟ ثم يجيب قائلا: إنه محمد، إنه هو الذي رب ذلكم الجيل الفد، ومن قلبه الكبير أطرعت هذه القلوب تفانيا في الله وإيثارا لما عنده. وقد أصيب هذا النبي الجليل في أحد، أصيب في بدنه إذ دخلت حلقات المغفر في وجهه، فأكب عليه أبو عبادة يعالج انتزاعها بفمه، فما خلصت عن لحمه حتى سقطت معها تنيثاه، ونزف الدم بغزارة من جراحته، كلما سكب عليه الماء ازداد ذافقا، فما استمسك حتى أحرقت قطعة من حصير فألصقت به، وكسر كذلك رباعيته، وكسرت البيضة على رأسه، ومع ذلك فقد ظل متقد الذهن يوجه أصحابه إلى الخير حتى انتهت المعركة. ثم أصيب في أهله فقتل حمزة بحربة انغرزت في أحشائه، وجاءت هند امرأة أبي سفيان فاستخرجت كبده من بطنه ولاكتها بفمها ثم رفضتها لانفجار المرارة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعز حمزة ويحبه أشد الحب، فلما رأى شناعة المثلة في جسمه تألم أشد الألم وقال: لن أصاب بمثلك أبدا، وما وقفت قطا موقفا أغيض إلي من هذا. بيد أن التسليم لله لم يلبث أن مسح الأحزان العارضة، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويخفف ما نزل بهم، ويسكب من إيمانه على نفوسهم ما يملأها عزاء ورضا عن الله واستكانة لقضائه. روى الإمام أحمد: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل، فصاروا خلفه صفوفا فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين.
اللهم قاتل الكفر الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجسك وعذابك. اللهم قاتل الكفر الذين أوتوا الكتاب إله الحق. ترفق القرآن الكريم وهو يعقب على ما أصاب المسلمين في أحد على عكس ما نزل في بدر من آيات. ولا غرو، فحساب المنتصر على أخطائه أشد من حساب المنكسر. في المرة الأولى قال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. أما في أحد فقال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. حسب المخطئين ما لحقهم من أوضار الهزيمة. وفي القصاص العاجل درس بذكر المخطئ بسوء ما وقع فيه. وقد اتجهت الآيات إلى مزج العتاب الرقيق بالدرس النافع وتطهير المؤمنين، حتى لا يتحول انكسارهم في الميدان إلى قنوط يفل قواهم وحسرة تشل إنتاجهم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم مضى الوحي يعلم المسلمين ما جهلوا من سنن الدين والحياة، أو يذكرهم بما نسوا من ذلك، فبين أن المؤمن مهما عظمت بالله صلته فلا ينبغي أن يغتر به أو يحسب الدنيا دانت له أو يظن قوانينها الثابتة طوع يديه. كلا كلا، فالحذر البالغ والعمل الدائم هما عدة المسلم لبلوغ أهدافه المرسومة. ويوم يحسب المسلم أن الأيام كلها كتبت له، وأن شيئا منها لن يكون عليه، وأن أمجاد الدارين تنال دون بذل التكاليف الباهظة، فقد سار في طريق الفشل الذريع. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وأولو الألباب يستحيون أن يطلبوا السلع الغالية بالثمن التافه، وهم يبدون استعدادهم للتضحية بأنفسهم لقاء ما ينشدون، بيد أن الاستعداد أيام الأمن يجب أن لا يزول أيام الروع. إن الإنسان في عافيته قد يتصور الأمور سهلة مبسطة، وقد يتأدى به ذلك إلى المجازفة والخداع. فليحذر المؤمن هذا الموقف، وليستمع إلى تأنيب الله لمن تمنوا الموت ثم حادوا عنه لما جاء. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ثم عاتب الله عز وجل من سقط في أيديهم
وانكسرت همتهم لما أشيع إن الرسول عليه الصلاة والسلام مات. ما كذلك يسلك أصحاب العقائد، إنهم أتباع مبادئ لا أتباع أشخاص. ولو افترض أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل وهو ينافح عن دين الله، فحق على أصحابه أن يثبتوا في مستنقع الموت وأن يردوا المصير نفسه الذي ورده قائدهم، لا أن ينهاروا ويتخاذلوا. إن عمل محمد عليه الصلاة والسلام ينحصر في إضاءة الجوانب المعتمة من فكر الإنسان وضميره، فإذا أدى رسالته ومضى، فهل يسوغ للمستنير أن يعود إلى ظلماته فلا يخرج منها؟ لقد جمع محمد الناس حوله على أنه عبد الله ورسوله، والذين ارتبطوا به عرفوه إماما لهم في الحق وصلة لهم بالله. فإذا مات عبد الله ظلت الصلة الكبرى بالحي الذي لا يموت باقية نامية. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وقد استطرد النظم الكريم يبصر المؤمنين بمواطن العبرة فيما نالهم، ويعلمهم كيف يتقون في المستقبل هذه المآزق، وينتهز هذه الكبوة العارضة، فيعزل عن جماعة المسلمين من خالطوهم على دخل وعاشروهم على نفاق. ولئن أفادت وقعة بدر في خذل الكافرين، إن وقعة أحد أفادت مثلها في فضح المنافقين. ورب ضارة نافعة، وربما صحت الأجسام بالعلل. ولعل ما ترتب على عصيان الأوامر في هذه الموقع درس عميق يتعلم منه المسلمون قيمة الطاعة، فالجماعة التي لا يحكمها أمر واحد، أو التي تغلب على أفرادها وطوائفها النزعات الفردية النافرة، لا تنجح في صدام، بل لا تشرف نفسها في حرب أو سلام. والأمم كلها، مؤمنها وكافرها، تعرف هذه الحقيقة، ولذلك قامت الجندي على الطاعة التامة. وعندما تشتبك أمة في حرب تجعل أحزابها جبهة واحدة وأهواءها رغبة واحدة، وتخمض كل تمرد أو شدود ينجم في صفوفها. وإحسان الجندي كإحسان القيادة، فكما أن إصدار الأوامر يحتاج إلى حكمة، فإن إنفاذها يحتاج إلى كبح وكبت، ولكن عقبة الطاعة في هذه الشؤون تعود على الجماعة بالخير الجزيل. وأسرع الناس إلى الشغب والتمرد من أقصوا من الرئاسة وهم إليها طامحون. وكان عبد الله بن أبي مثلا لهذه الفئة التي تضحي بمستقبل الأمة في سبيل أطماعها الخاصة. أما الرماة الذين عصوا الأوامر بلزوم أماكنهم مهما كانت أطوار القتال، فقد مرت بهم فترة ضعف وذهول، تيقظت خلالها بقية من أنفسهم من حب الدنيا والإقبال على عرضها الزائل، فكان أثر ذلك ما كان. ولذلك لما دهش المسلمون للكارثة التي قلبت عليهم الأمور، بيّن الله لهم أنهم هم مصدرها، فما أخلفهم موعدا ولا ظلمهم حقا. أولما أصابتكم مصيبة قد صبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير.
إن الإسلام يشترط الكمال للعمل وقبوله، الإيمان والاحتساب والتجرد. نقف عند هذا الحد، وفي الحلقة المقبلة نقرأ في فقرة جديدة بعنوان شهداء أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.